موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. أفاد مراسل قناة ليبيا الحدث بمدينة الكفرة أن كتيبة سبل السلام بمنطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اشتبكت مع الميليشيات المسلحة التي تمتهن الخطف والحرابة على طول الطريق الرابط للكفرة بالشمال والجنوب الغربي قرب الجغبوبة، مضيفا أنه تم تكبيد العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث قتل منهم 15 شخصا وتم غنم سيارتين مسلحتين، كما تم حرق سيارة أخرى دون وجود خسائر عدا إصابة طفيفة لأحد أفراد الكتيبة. شاركت المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة في الدورة 37 لمؤتمر لندن للنفط والمال الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن لمدة يومين نهاية الأسبوع الجاري. وقالت المؤسسة أن وفدها تشكل من 9 أشخاص مفدين بتخصصات مختلفة، مضيفة أنه قد حضر فعاليات المؤتمر العديد من ممثلي الشركات المنتجة والمصنعة والتجارية العاملة في مجال النفط والطاقة والشركات الاستثمارية والبنوك من مختلف دول العالم. أعلنت مصلحة الآثار الليبية أن مواطناً سلمها مجموعة من القطع الأثرية المهمة، وقال المكتب الإعلامي للمصلحة أن القطع الأثرية تتكون من 7 قطع أثرية وعدد من العملات البرونزية كان قد اشتراها من شخص رفض التعريف بنفسه أو على كيفية حصوله عليها، مضيفاً أن المصلحة ستقدم مكافأة مالية للمواطن تشجيعاً لدوره في المحافظة على موروث ليبيا الثقافي، كما سيتم عرضها مستقبلاً في أحد المتاحف الليبية. شارك عدداً من النواب وسيدات المجتمع المدني في مؤتمر حول إرساء قواعد الديمقراطية وإجلال السلام في حوض البحر المتوسط، والذي عقد في إيطاليا برعاية البرلمان الإيطالي ومنظمة مينيرفا. وبيّنت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري في تصريحات صحفية أن الوفد الليبي ناقش في المؤتمر عدداً من المواضيع، منها دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والوضع في المنطقة الشرقية. ودعت المسماري إيطاليا في تفعيل الاتفاقية بينها وبين ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الألغام التي زرعت في بنغازي في البيوت والمدارس والمزارع الخاصة بالمواطنين المدنيين. وصلت شحنة من العملة النقدية إلى مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا ترهونة بلغت قيمتها 25 مليون دينار ليبي، قادمة من مصرف المركزي البيضاء، وسيتم توزيعها بداية الأسبوع القادم على المواطنين. هذا وقد شكر عميد بلدية ترهونة السيد علياد البي كل من المجلس البلدي زنتان وغريان وكافة الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية حتى وصول هذه الشحنة إلى بلدية ترهونة. كما أشاد السيد العميد بمشهودات رجال الأمن المركزي ترهونة التي كانت لهم بصمة واضحة في تأمين هذه الشحنة، هذا وستلصل حصة المصرف التجاري بترهونة خلال اليومين القادمين. عقد بمدينة المرج اجتماع لقطاع التعليم بالمدينة من أجل وضع خطة عمل للعام الدراسي الحالي الذي من المفترض أن ينطلق في بداية الأسبوع المقبل. وتم في الاجتماع تدارس كل العقبات التي تواجه العملية التعليمية، وعلى رأسها تأخر وصول الكتاب المدرسي لبعض المواد وسبل تدليلها في أقرب وقت لتجنب وقوع أي تأخير في العملية التعليمية. يشار أنه في ذات الإطار تم إعداد دورة للأخصائيات الاجتماعيات لكافة مدارس مدينة المرج، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد. قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بيونتي أن بلادها لن تتدخل عسكريا حاليا في ليبيا، وشددت بينوتي على أن الشعب الليبي يؤمن أن إدارة الأمن على أراضيه يجب أن تتم عن طريق أجهزته وعسكرييه. وأوضحت بينوتي في تصريحات للإذاعة الحكومية الإيطالية أنه لن يكون هناك تدخلا عسكريا إيطاليا في ليبيا إلا الآن،
ولا في المستقبل لفض النزاع، وهذا ما اتفقت عليه مع جميع الأطراف الليبية التي تحاورت معها حتى الآن. أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه نسق عمليات ضبط نحو 1400 مهاجر قبالة ليبيا نفذتها بعض السفن التابعة لمنظمات إنسانية، ومنذ الأحد تم ضبط أكثر من 1200 مهاجر في هذه المنطقة، كما أنقذت سفينة أطباء بلا حدود نحو 800 شخص عثر عليهم في زوارق، وضبطت سفن خفر السواحل الإيطاليين وبعثة صوفيا الأوروبية باقي المهاجرين الذين كانوا على زوارق مطاطية. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.